الشيخ المفيد هذه القضية المعروفة أخطأ في فتوى واحدة. جوهر القضية هو هذا، وإن كان طرح كيفية القضية يختلف. امرأة ماتت وفي بطنها جنين يتحرك، ماذا نفعل؟ قال شقوا بطنها من الجانب الأيمن وأخرجوا الطفل وادفنوا الأم. الشيخ المفيد، يعني هذه دقة الفقهاء في الفتوى. واحد يجي يقول ذولا ما يفتهمون هالشكل مفتي، هذا الكلام فيه حساب أمام الله سبحانه وتعالى. الفقيه الذي قضى عمره في دراسة كتاب الله وفي أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، واحد يجي يقول ما يفتهم، ذول كل الفقهاء ما يفتهمون، هذا الكلام فيه حساب أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا الخطأ غير مضر، غير مضر لا بالنسبة إلى الأم لأنها ميتة، ولا بالنسبة إلى الجنين لأنه يخرج حيا، ولا يؤثر حسب الظواهر في المعادلات. بعد فترة الشيخ المفيد شاف في كتاب هكذا طبقا لبعض المصادر هكذا تنقل القضية، أنه إذا وجد في الروايات إذا مات الجنين، إذا ماتت الأم والجنين في بطنها يتحرك، يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الطفل. الشيخ المفيد قال عجيب، أنا اشتبهت في بيان الحكم الإلهي، يجب أن يشق من الجانب الأيسر وأنا قلت إنه يشق من الجانب الأيمن، أنا بعد ما أفتي، انتهى. فاعتزل في داره وأغلق الباب، وأي واحد يجي يقول أنا ما أفتي، أنا اعتزلت الفتيا لخطأ بسيط غير متعمد غير مضر حسب الظواهر. إلى أن جاءه على ما ينقل المبعوث من قبل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه، فقال له إنا بعثنا شخصا من قبلك، يعني الإمام تدارك الموقف، يقول شقوا بطنها من الجانب الأيسر. وفعلا جاء شخص وقال لا، شقوا بطنها من الجانب الأيسر، يعني الخطأ ما تحقق في الخارج. ثم قال له منك الفتيا أيها الشيخ المفيد، منك الفتيا ومن التسديد. قال ما دام هالشكل أكو تسديد فأنا أعود إلى الفتيا من جديد. واحد يقول الفقهاء لا يحيطون بعناصر القضية ويفتون بدون دراسة بدون تأمل بدون معرفة بالجوانب الحكمية بالجوانب الموضوعية للقضية، هذا قول تكذبه الواقعية التاريخية.